السابع على الهدية الثانية من هدايا صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبد العزيز على مسافة 2000 متر سيارة مرسيدس 350 اس موديل 2010 في تنافس يجمع الجياد والأفراس المنتجة محليا عمر 4 سنوات. الانطلاقة مشاهدين الكرام والتنافس في هذا الشوط والمحاولات تبدأ من الدحوم الآن وأيضا محاولات جبل الفيحانية للتقدم الآن في المركز الأول. هلاب يتقدم إذا للمركز الأول في هذه اللحظات، هلاب للصدارة والمركز الأول، الدحوم في المركز الثاني، جياد وأفراس الإنتاج والتنافس على الهدية الثانية من هدايا صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبد العزيز. هلاب في المركز الأول في الجزء الأيمن من الشاشة، الدحوم في المركز الثاني، بنت غياضة في المركز الثالث، الخديوي في المركز الرابع، دواس الظلمة في المركز الخامس، محاولات وفوق في المركز السادس، قشعاف في المركز السابع، والصدارة لهلاب بطولين واضحة الآن في المركز الأول. الدحوم ودواس الظلمة يبدأ التقدم مع بنت غياضة شيئا فشيئا للمركزين الثالث، الخديوي يتقدم للمركز الثاني الاسم المرشح مع تقدم قشعان وهلاب في الصدارة الآن. هلاب قشعان يأتي من الخارج الآن انتزاع الصدارة من الخارج من هلاب، قشعان يتقدم للصدارة والمركز الأول، الخط المستقيم باتجاه خط النهاية، قشعان مشاهدين الكرام في الصدارة والمركز الأول، ابن غانم ابن غانم ابن غانم، قشعان الأشقر ذو 4 سنوات في الصدارة والمركز الأول، معلنا فوزه حتى الآن بعد قدوم ريح النفل. وقشعان للصدارة يعلن فوزا صريحا بالهدية الثانية من هدايا صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبد العزيز لمالكي أبناء بريد.